بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نكمل ما بدأناه في المحاضرتين الماضيتين، وكنا نتكلم عن الجزئية الخاصة بالمتعلقة بالاتجاهات الحديثة. أول محاضرة كانت مقدمة وضعت حول المقرر، بعدها بدأنا في الفصل الأول اللي المرتبط بالإدارة فعالة للوقت، بعدها انتقلنا إلى أيضا تكملة ما بدأنا سابقا. اليوم راح في المحاضرة أبغاكم تطرحون تساؤلات، ما راح أعطيكم اليوم كويز، له الاختبار في نهاية المحاضرة. راح نناقش بعض المواضيع ونحاول نخلصها بسرعة في أسرع وقت. إذا بعض الأحيان لن أعرف أن الجزئية الخاصة اليوم فيها بعض الإشكاليات اللي تقع وما تتضح للأشخاص بشكل عام. أنتم بالنسبة لكم الشات مفتوح ولا لا؟ والصوت واضح أو لا؟ إن شاء الله اليوم نبدأ محاضرتنا في الجزئية الخاصة بالجزئية الثانية. إن شاء الله ما هي طويلة المحاضرة، بتكون إن شاء الله تكون ممتعة لكم. اليوم راح نتكلم بإذن الله أو نتطرق بإذن الله لمهارة إدارة الوقت. تكلمنا عن الجزئيات السابقة، عرفنا تعريف إدارة الوقت والارتباط إلى آخر من الأشياء، وعرفنا وش الأسباب، أحد الأسباب ما هي الأسباب لمضيعات الوقت وكيف نستثمر الوقت ونستفيد منه. اليوم راح نتكلم عن مهارة إدارة الوقت من حيث أني الآن عرفت وش الأسباب، عرفت وش اللي يسبب لضياع الوقت إلى آخر من الأشياء. أنا الآن أبغى أقوم بعملية السيطرة على الوقت. عندي واحد، عندنا بنرتبط بمهارة تحديد الأهداف، بعدها التخطيط، وبعدين مهارة تسجيل وتحليل الوقت. راح يتضح لكم بعد شوي شو المقصود بالتحليل والمقصود بعملية اللي هو تسجيل الوقت وأنواع السجلات إلى آخره. مهارة التخطيط، التخطيط راح نسهل فيه بشكل كبير. أخيرا مهارة وضع أولويات لاستخدام الوقت، هذا كله من إدارة الوقت. بعدين عندنا النموذج، وبعدين نصائح سريعة في استغلال الوقت. نبدأ بمهارة إدارة الوقت فيما يتعلق بتحديد الأهداف. شوي سيستم بسيط ثقيل شوي ياخذ الوقت، ما أدري شو السبب. هذه عندنا الجزئية الأولى اللي هو فيما يتعلق بمهارة إدارة الوقت. تكلم عن كثير من الناس إن دائما يقول أنا عندي ضغط في الوقت، ما يمديني أن أنهي أعمالي، ما يمديني ألحق على الجزئيات الخاصة المرتبطة بأعمالي أو بعائلتي أو غيره من الأشياء. بعضهم يقول كيف نلقى وقت مثلا انك تقدر فيه تعمل، تقدر مثلا تطلع وتروح وتجي سواء مع عائلتك او مع زملائك او غيره من الاشياء، وبعدها ايضا يكون عندك وقت كافي للنوم، وبعدها تستيقظ الصباح بدري. كل هذه الجزئيات مرتبطة بمهارتنا وعملية الاهتمام بها. لذلك اي نجاح لإدارة الوقت، ممكن نجيكم سؤال في الوقت، نجاح مهارة إدارة الوقت يعتمد على 1 إدارة الذات، 2 مثلا الارتباط بالأعمال، تنسيق الأعمال إلى آخر من الأشياء. الخيارات الأخرى، الخيار المفضل شو يكون؟ مهارة إدارة الوقت تعتمد على 1 اللي هو ألف إدارة الذات، 2 إدارة الأعمال، 3 ميزة تنافسية، 4 الاهتمام بجوانب الأفراد. فالمفترض أن نتكلم عن الذات، لذلك تعتبر إدارة الذات المقصود بها كيف الشخص يسيطر على نفسه بدل ما يجلس مع زملاء أو يجلس مع أشخاص معينين 3 ساعات يضيعها، يجلس ساعة
خلال تساعده يقوم ويطلع أو يروح أو يغادر من أجل القيام بمهام أخرى. هذا المقصود بالذات والارتباط به. إذا عند المهارة الأولى اللي السيطرة على الوقت وإدارته اللي هو مهارة تحديد الأهداف. إذا أنا أعرف عندي هدف واضح وعندي هدف معقول، مثلا مفترض أني أنجز عمل معين خلال يومين، فالمفترض أني يكون هدفي واقعي بحيث أني أقدر أنجزه خلال يومين. ما أجي العمل صعب ومجهد ويحتاج مني وقت طويل وأقول تعال بأنجزه في يوم واحد. مثال، وجدت أنت فترة الاختبارات عندك وتقول لي أو أحدكم طلاب الطالبات يجي يقول لك تعال أنا مفترض أني أخلص 5 مواد اليوم، أذاكر 5 مواد كاملة اليوم المفترض. فهذا الهدف غير واقعي، فالمفترض انك تجزعه على اوقات المفترض انك بيكون شيء مقدور عليه. مثال، لو جاك واحد يقول انا راس مالي عندي استثمر 100,000، المفترض اللي يقول الجزئيه الخاصه بالاسبوع القادم عفوا بالسنه القادمه المفترض انكم حقق مليونين، من 100,000 الى مليونين، هذا مو منطقي. فهذا الجانب المرتبط بأهمية والاهتمام بجانب اللي هو أن يكون الهدف واقعي، أنه مدى زمني معلوم، بمعنى أني بحقق الهدف خلال 5 أشهر 7 أشهر. مثال، لو جاءت واحد قال تعال أنا نخليك تحقق أرباح بنسبة 50%، طيب كم المدة؟ يقول ما أدري بشوف، يمكن سنة سنتين 3 4 10 إلى آخر. هذا غير منطقي. نفس الحكاية لما يجيك الدولة أو غير تضع خطة، يقولك خطة مدتها المفترض خطة 50، خطة 20، دائما يسمع فيها. إذن اللي هو ارتباط بالزمان، فالارتباط بالمدى الزمني مهم جدا في عملية الاهتمام بهذا الجانب. نفس الحكاية أنا المفترض أني أنهي البكالوريوس عندي مثلا المفترض خلال 2، أما تيجي تقول لي بأنهي البكالوريوس ممكن السنة هذه ممكن اللي بعدها ممكن اللي بعدها، ما في عملية جدية والاهتمام بهذا الجانب. مكتوبة دائما، إذا كتبت الشيء ما يضيع نهائيا. عملية الكتابة هي تقييد للأشياء. مثال، لو حضرت معي اجتماع أو حضرت معي محاضرة ولا كان معك عملية اللي هو التركيز على الجوانب المهمة، مثال تكلمتوا أن أهم جانب في مهارة إدارة الوقت هو إدارة الذات، لو ما كان معك قلم أو مركز بجانب معين أو تخطيط أو غيره، ما تقدر بعدين مستقبل إذا جيت ذاك إنك تعرف إن هذا مهم وهذا غير مهم. تكلم من الكتابة إن نتيجة الكتابة وقيدت الشيء ترتاح، ينام الفرد بعمق، تجعل العقل متحررا. تكلم عن جزئية الحبر الضعيف أفضل من الذاكرة القوية، بمعنى حتى لو كان كتابتك عامية أو بسيطة مو معنى إنها تكون خفيفة، لا شيء بس حطيت ملاحظة تابع عن جزئية معينة، حتى لو رجعت لها بعدين تذكر الكلام أو تبحث عن هالمعلومة حتى لو كان ما حطيتها فيها تفاصيل. دائما للأسف كثير من الحقين يشتغلون أو أتكلم عن الطلاب أو عني أنا، أتفاجئ إنه أوه موعد اليوم عندي، أتفاجئ إن الموعد المفترض أذكره أنه كان قبل أسبوع أو أسبوعين. فجتني رسالة أو أتصل علي شخص يسألني عن جانب، يقول لي مثلا والله هي المعلومة الفلانية أو الاجتماع الفلاني المفترض نحضره، وأنا قلت ما أدري والله ما ذكرت. نتيجة لذلك ترتب عليه إشكاليات أخرى، فمهم عملية لو يتكلم عن جانب الكتابة. إذا الكلام اللي تحت الأسود اللي مكتوب الكتابة تحته مرتبط بالجزئية الخاصة بعملية الكتابة اللي هو يكون مكتوب. إذا مهارة تحديد الأهداف تحتاج إلى 1 الوضوح، 2 الواقعية، 3 مدى زمني معلوم ومكتوب. عندنا مهارة التخطيط، كيف أنا أخطط لأعمالي، كيف أخطط للمهمات اللي راح أقوم فيها، سواء أنا كنت طالب، سواء كنت موظف، كنت مسؤول عالي جدا أو مسؤول عادي إلى آخر من الأشياء. حتى لو كان عندي ناس يشتغلون يخططون لي يعملون لي وغيره، بالإضافة أنك تحتاج أنك أشخاص يقومون بالمهام المطلوبة عنك. لذلك هذه أشياء خاصة مرتبطة فيها أيضا تحتاج لك أنت إدارة. لذلك تلقى بعض الأشخاص عنده حتى لو كان بدائي عملية بدائية يسجلها، تعرفون دفتر الملاحظات، تلقاه معه زي الدفتر يطلع ويكتب فيه زي القلم،
تطور الناس الآن إلى الدفاتر الخاصة بالملاحظات اللي حقت النوتس هذه. تطور الآن في الآن مفكرة إلكترونية سواء كانت لحالها على حدة أو موجودة في الجوالات الذكية اللي عندنا إلى آخر من الأشياء. هذه العملية من أجل عملية التخطيط والارتباط بها، يقولك ماذا يجب أن يعمل هذا التخطيط، مش أنا راح أعمل المفترض متى وين، متى التوقيت وين فيه. مثال أنا عندي اجتماع المفترض أن يجتمع مثلا مع العائلة، وين فيه؟ صحيح موجود سواء كانت ذكية أو اليدو اللي بتكتبها يدوين كلها موجودة. وأيضا طرف البرامج الذكية جميع الأجهزة أدامها ذكية، فالمفترض أنه يكون فيها البيانات هذه. بما أن أين نعمل متى التاريخ مثلا نتكلم عنه اليوم وأين الموقع الجانب كيف وله عملية وش الأشياء اللي تحتاجها والأولويات للقيام بالعمل مقدار الوقت المقدر لإنجاز هذا العمل. طبعا أنا أشوف خلينا نتكلم بشيء واقعي. بعض الأحيان ما أنت بقادر أن تتجاوب على أسئلة كلها، خلينا واقعيين، متى وأين إلى آخر من الأشياء، متى ممكن وأين صح، كيف ممكن، أولويات ممكن، طيب مقدار الوقت المقدر لإنجاز هذا العمل. في الغالب كثير مننا لو حط ساعة بيتفاجأ أن يتمدد، لكن الأفضل أنك تحط وقت معين حتى لو تجاوزت بشيء بسيط ما عندك مشكلة. واضح؟ إذا مهارة التخطيط تفيدك في عملية التعرف على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه. هذا واحد. تشجيع الفرد على البدء في التنفيذ، بمعنى المفترض هالمهمة مطلوبة منك في التاريخ، أنت مفترض أنك تعديتها مثلا بيوم يومين، يعطيك دافع أو يعطيك تأنيب الضمير بشكل عام أنك سوقت، نتيجة لذلك راح يتراكم عليك الأعمال إلى آخره. يقول كما تحمي من التنقل غير المدروس من نشاط إلى نشاط آخر غير مخطط له، بمعنى تتفاجأ أن كثير من المدراء أو من الموظفين يقوم بعمل ثانوي أو غير مهم ويترك عمله الأساسي، وهذا تعتبر كارثة. بس عليها الطالب نفسه يذاكر جزئيات أو مقرر يكون ساعة، بينما المقرر اللي عنده ساعتين أو ثلاث اللي هو فيه ساعتين أو ثلاث يهمله وركز على مقرر أبو ساعة أو ساعتين. مثلا المقرر اللي رسبت فيه سابقا مفترض أنك تراجع وتنتبه له في الجوانب المختلفة بحيث أنه تقدمه على المقرر آخر، أو العكس تكون أنت عارف المقرر فاهمه لكن تروح تذاكر مرة ثانية وتضيع وقت وجهد كبير فيه بينما في مقررات ثانية أنت ما عندك خلفية عنها. هذا المقصود بعملية التركيز في جانب النشاط وتضييع الوقت في نشاط آخر. يستشعر الفرد بالارتياح مع كل تقدم في الإنجاز فترتفع الروح المعنوية. هذا كلام منطقي. ثم نعم فالجانب في بعض الأخطاء الملائية معليكم بعض الأحيان النتيجة لعملية المنهج اللي استلمناه منهم، فاللي هو شعور أو استشعار بعض الأحيان الفرد بالارتياح. اللي هو في حال أنك أنجزت مهمة ترى بالنهاية أنت قمت بعمل معين مطلوب منك تحس بارتياح كبير من هم وأنزاح. بنفس الفكرة في عملية المهام والأعمال الثانية عندنا ثلاثة: مهارة التسجيل وتحليل الوقت. يتكلم لا يتذكر الماضي ربما يقوم بتكراره. يهدف تسجيل الوقت إلى الآتي: واحد، تحديد الأهمية النسبية لكل نشاط، توزيع الوقت على الأنشطة، التعرف على مضيعات الوقت، حسن استغلال الوقت. هذا اللي يهدف له مهارة تسجيل وتحليل الوقت، بمعنى تجي تقول تعال أنا مفترض أرتب أعمالي كالآتي. مثال لو جيت وقلت لك عندك سفرة، السفرة هذه مدتها 10 ساعات، السفر مدتها 10 ساعات مفترض أنك تقوم فيها ب6 إلى 7 مهام، وبس تخطط لها. عندك أول ما توصل عندك جانب استقبال، بعده عندك جانب مرتبط بي ممكن مهم أن تقوم فيها، مفترض أنك تقابل شركة أو تقابل تزور زيارة ميدانية وتقوم بزيارة أحد الزملاء لك وتقوم بعملية الارتباط مثلا بعملية الحصول على بعض الأشياء اللي أنت تبغاها من البلد هذا أو من المدينة هذه. ف
فالمطلوب منك انك تقوم بالعمل. هذا باختصار مهارة تسجيل وتحليل الوقت. قبل انا اروح فالمفترض اني اجي اقول تعال، اول ما اوصل المفترض ان هذه الشركة تكون مقرها قريب من المطار، اذا اخليها اخر شيء اروح للبعيدة، اخلص الجانب المرتبط بها، وبعد ما اخلص من البعيد احصل الجانب الاخر، ثم بعد امر الزميل او الصديق، وبعدها الحصول على بعض الاشياء اللي ابغاها من هالمدينة، وبعدها عملية الختام مع الشركة اللي هي قريبة او المصنع او المقر او الشخص الى اخره القريب من المطار. اذا هو عملية كيف اني استفيد من وقتي هذا باكبر قدر ممكن. هذه المهارة باختصار، هذا معنى تسجيل الوقت بشكل عام. واضح ولا سرد كثير وغير مفهوم بالنسبة لكم؟ طيب انواع سجلات الوقت، هذا النوع الان يعني نقسم الجانب المرتبط بالوقت وغيره. عندنا انواع سجلات الوقت في المنظمات. عندنا السجل اليومي للوقت، شو المقصود فيه؟ يقول لك يوضح هذا السجل ساعات العمل في اليوم والانشطه التي تتم خلالها وبداية ونهاية كل نشاط ومستوى أهميته. بمعنى السجل اليومي هذا دائما في منظمات الأعمال تلقاه، عندنا للأسف بعض الدوائر الحكومية غير متوفر عندنا، لكن بالغالب هو موجود، السجل هذا هو موجود في كثير من منظمات الأعمال الآن. له جدول أعمال، ممكن جدول أعمال ممكن مو فقط دائما اللي نسمع بجدول أعمال يكون مثلا في ورشة عمل، في مؤتمر، في اجتماع أو غيره، لا في بعض المنظمات تحطها لها بشكل يومي أو أسبوعي على حسب. تجي تعرف ساعات العمل اليوم المفترض من بداية الدوام من 8 إلى 4، بعدها ننتقل إلى الأنشطة، وش المهام؟ عندكم اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة، بعد الاجتماع عندكم أنا مثل متخصص في الموارد البشرية المفترض أني أنزل من قسم الموارد البشرية من عملية التفقد وعملية بعض الجوانب، بعدها ننتقل عملية اللي هو تدشين بعض بعض الأعمال والأقسام الموجودة، بعدها ننتقل إلى عملية البريف، وبعدها نرجع مرة ثانية لمهامنا وأعمالنا. فهذا الجانب المرتبط فيه مدى أهميته بالنسبة لك وأيضا ارتباطه بالأعمال، هذا كلها جوانب مرتبطة فيها. هذا يتكلم المقصود بالسجل اليوم للوقت. مثال تجي المفترض أن هالمهمات تمسك، فهذا جانب معين بس من غير مو بشكل واضح. مثال أعطيك 20 معاملة، أنا كمدير أقول تفضل أباك تلفونها لي اليوم قبل نهاية الدوام تكون المعاملات دي كاملة منتهية وموجودة عندي. هذا أيضا طريقة السجل اليوم للوقت. عملية اللي هو اللي دائما تشوفونه السجل يوم الوقت وانتم بكرامة دورات المياه أو غيرها في الفنادق أو المطاعم وغيره، تلقون ورقة كبيرة موجود فيها أوقات من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، مثلا قام بعملية تنظيف، قام بعملية إضافة بعض المواد إلى آخر من الأشياء، يسوي عليها صح صح من أجل معرفة أنه قام بعملية الزيارة. هذا جانب أيضا من عملية السجل اليوم للوقت. تاريخ الحضور والانصراف اللي عفوا اللي هو كشف الحضور والانصراف وغيره من أشياء تضم السجل اليومي للوقت. النوع الثاني من السجلات الوقت اللي هو سجل تحليل الوقت، يفيد في واحد معرفة أكثر أوقات إنتاجية. بمعنى هذا السجل يوضح لي كامل اليوم، أتفاجأ أنه من الساعة 8 للساعة 10 أن الإنتاجية عالية عند العاملين، سواء كانوا معاملات أو كانوا مثال قاعد ينتجوني علمونية، أتفاجأ أنه من الساعة مثل ما قلت لكم 8 للساعة 10 كل فرد قاعد ينتج لي 1000 وحدة، كل فرد على افتراض لم بالغ نقول كل فرد ينتج 100 وحدة. لما تفاجأت من جد الساعة مثلا تقريبا 12 بدأ كل فرد ينتج لي 70 وحدة أو بدأ ينتج لي 50 وحدة، أتفاجأ نهاية الدوام أن الأشخاص ما بدأ ينتجون لي 20 وحدة. إذا من خلاله أنا أعرف وش الأشياء الموجودة بشكل عام فيها. طيب وأقلها إنتاجية، هذا مرتبط أنواع المقاطعات التي حدثت، سواء المقاطعات بعض الأحيان تكون اتصالات، بعض الأحيان تكون بريك غداء، بعض الأحيان انفصال الكهرباء، بعض الأحيان أي كان لأي سبب من الأسباب. يقول كل بحث عن أسبابه هذا المرتبط مثل ما تكلمنا. طيب معرفة هل الوقت المخصص لتنفيذ الأنشطة، عفوا
هل الوقت المخصص لتنفيذ الأنشطة جاء مطابق للوقت المخطط لها؟ بمعنى أجي أنا أقول فلان مفترض أنه ينتج 200 وحدة، وفلانة مفترض تنتج 150 وحدة، وفلان الثالث مفترض 120 وحدة. نسبة تقديرات نتيجة للنوع المنتج العامل، عمره، ارتباط أقدميته من عدمه إلى آخره من الأشياء. تفاجأت أني أنا حط هالأرقام، تفاجأت أن مثلا الأول العامل الأول ينتج أقل بعشرين وحدة، وتفاجأت أن العاملة تنتج أكثر من 150 وحدة أو 120. الفرد الثالث لقيته أيضا ينتج أعلى. فنتيجة لذلك المفترض الشخص الأول أن يقوم بعملية معرفة الأسباب انخفاضة إذا كانت واقعية وملموسة، إذا أنا أقوم بعملية تقليل عدد الإنتاج. بينما العامل أو العامل الآخر مفترض أني أدرس وضعهم، لأن بعض الأحيان تكون الروح المعنوية لهم مرتفعة، بعض الأحيان يكون توهم مشتغلين فيبغون يثبتون وجودهم إلى آخر من الأشياء. هذا اللي عملية سجل تحليل الوقت بشكل عام. سجل ننتقل للنوع الثالث، سجل الوقت، سجلات الوقت الخاصة. تكلم عن مثل الهاتف والاجتماعات، تكلم عنها تفيد في تحديد الأنشطة التي أخذت وقتا طويلا وفائدتها محدودة. بمعنى بعض الحين يجيك اتصال تسولف لك ساعة أو نص ساعة، طيب وبعدين شو النتيجة؟ هل استفدت شيء من الساعة أو نص ساعة؟ لا، إذا كنسله. طيب المهام التي يقوم بها المدير ويمكن تفويضها، طبعا يجلس لك موظف مثلا يتكلم عن أوراق خاصة مثلا خلينا نقول مثلا نتكلم عن الطلاب في الجامعة أو الطالبات، تعريف خاص بالطلاب أو الطالبات، سجل أكاديمي مختوم عليه، تخفيض طيران. أجي أنا أحطه عند مدير كبرى، مدير مفترض أنه مدير إدارة مسؤول عن أشياء أهم وأكبر، ويجلس بس شغلته هو اللي يوقع عليها ويختمها، مو منطقي. مثلا أنت قاعد تضيع وقتك، عطها موظف عادي وانت ركز على الجانب المهم اللي تقوم فيه. واضح الجزئية ولا لا؟ طيب المهام، هذه عملية التفويض تكلمنا عنها. ما الأنشطة المضيعة للوقت يمكن السيطرة عليها؟ اي نعم بالضبط. وش الأنشطة اللي تقوم فيها بشكل عام؟ وش الجوانب المرتبطة بعملية بعض الأعمال اللي تضيع وقتك ولا منها فائدة أصلا حتى ممارستها؟ مثلا بعض الأحيان يجيك يقول لك اجتماعات مرتبطة، مثلا اجتماع دوري كل إدارة معينة، كل أسبوع في اجتماع اللي ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه. تفاجأ أن أسبوع كامل أصلا كنا في إجازة، ليش قاعد نجتمع؟ ليش نضيع وقتنا ونجتمع آخر شيء ونقول ما عندنا شيء كنا في إجازة؟ فالمفترض أن القيام بعملية الأشياء الغير مهمة والاجتماعات غير مفيدة أنك تخلى عنها. بعض الاجتماعات تتفاجأ أنها مدة الاجتماع اللي يضعونه ساعة، زبدة الموضوع كله أول عشر دقائق، بعد كله سوالف وكلام جانبي ما له دخل. فالمفترض أني أقلص عدد الوقت المخصص له. طيب مهارة التفويض، الآن نتكلم عن مهارة التفويض، وش المقصود بها؟ يقول معناه اللي هو مرتبط عملية التفويض الزوج لزوج إلى آخره. خلونا من هالجانب المثال هذا أنا اللي بتكلم عنه، اللي هو المثال اللي أعطيتكم، تفويض المهام ليس توكيل. توكيل ممكن، لكن هو مصطلح درج اللي هو مسمى تحت التفويض، لأن التوكيل يدخل تحت موضوع آخر اللي هو عملية شرعا مرتبط بلغويا التوكيل، إنه يحل محل الشخص وهو الغارم وغيره وغيره. لا، التفويض هو المهمة معينة، ليس التفويض دائما ركزوا فيه، ترى مو بالمسؤولية. المسؤولية لما تقع عليك أنت، أنا مثلا المدير فوضت شخص يوقع عني، أنا أتحمل المسؤولية في حال حدث مشكلة، أنا اللي أتحملها، لكني أعطيت صلاحيات لغيري، لكن المسؤولية تقع علي، بينما العمل يقع على الطرف الثاني. واضح؟ مثل ما تكلمنا عن تو بالضبط،
وهذا بيتكلم عنه في جانب مثل ما تكلمنا عن مثلا عملية تفويض أشخاص يوقعون محلك في حال غيابك، أنا ارتباطي بأعمال ومهام مهمة ما أقدر أجلها في مقابل المهمات اللي أنا عندي، أيضا في مهمات أو أوراق وصلت مهمة جدا، لذلك دائما يوضع نائب أو شخص آخر يوقع محل الشخص الثاني في حال انشغاله، في حال بعض الأحيان غياب إلى آخر من الأشياء. اللي هو عملية التفويض هو إعطاء بعض الصلاحيات لموظف أو شخص آخر. فوائده لسرعة الإنجاز، أنا كنت في اجتماع أو مسافر بينما المعاملات قاعد تمشي بالشكل الصحيح. طبعا التفويض المفترض أني أبلغه بالشكل الصحيح وش الأعمال يقوم فيها وما يمتنع عنه حتى يكون مكان تفريغ المديرين. وبالفعل أي نعم، مثل الوكيل، ما نقدر نقول الوكيل، لكن التفويض هو مصطلح الوكيل تكلمنا عنه سابقا في ترم الأترام وترتب عليه مشكلات، فهمه بفهم آخر، فلما بركز على عملية التفويض أكيد إعطاء صلاحيتي أنا كمدير، صلاحية عندي أعطيها لموظف آخر، هذا عملية التفويض. تفريغ المديرين بمعنى أو تفرغ المديرين بحيث أنه يركز على جوانب أخرى في غيره قاعد يقوم بالمهمة، مثل التوجيع تختيم إلى آخره بينما أنا في الاجتماعات وأقوم بمهام أخرى. تكوين صف ثاني بمعنى أنا في حال وصلت سن التقاعد أو أنهيت خدماتي أو قدمت استقالتي، المفترض أن يكون تحتي أشخاص عارفين الأعمال وش الأشياء اللي يقومون بها وش الجوانب المرتبطة فيها، ما يؤثر على عملية الإنتاجية والعمل داخل منظمات الأعمال بشكل عام. واضح هذا المقصود بتكوين صف ثاني؟ واضح الجملة هذه ولا لا؟ دائما يرد عليها استفسارات بشكل كبير. طيب شروط نجاح التفويض: واحد، اختيار المهام التي تفوض، متابعة عملية التفويض، اختيار الأفراد اللي هم مناسبين، كسب تأييد المرؤوسين. اختيار المهام التي تفوض هذه منتهي منها، توقع محلي، معاملة خاصة مثلا بسجل تجاري مثلا وزارة التجارة، سجل تجاري خاص بمحل خضار، وقع تموينات إلى آخر، بينما شركة رأس مالها مثلا 600,000 800,000 لا توقع، أنا المسؤول عنها، أنت مبالغك مثلا تحت 300,000 ونازل. هذه عملية اللي هو اختيار المهام التي تفوض. متابعة التفويض، تعال نشوف الأشخاص هم شو وقعت عليه اليوم، وش الجوانب، ليش توقع على هذا، المفترض ما توقع، المفترض هذه تختمها، هذا المفترض الجهة الثانية المسؤول عنها، بحيث أوضح له وش المهام المطلوبة منه اللي يقوم فيها. اختيار الأفراد، ما تجيب واحد ما يدري وين الله حاطه تيجي تشطط فوق مكاني، بحوس الدنيا فوق تحت، وبتيجي تلقى الدنيا كلها مدبسة فوق راسك وانت محال للتحقيق لأي سبب من الأسباب، لذلك لابد أن يختار الفرد المناسب. كسب تأييد المرؤوسين، تخيل أنت في البيت أبوك أو أنت أمك فوضت إدارة السعالة، أنت مسؤول عن البيت بشكل لا عنده صلاحية توقيع، المفوض عنده صلاحية بعض الأحيان عملية التوقيع على حسب المهمة تختلف من مكان لآخر. لو جاك أبوك مثلا نتكلم عن جانب الدكتور، نتكلم عن جانب لو جا أبوك شاورك في موضوع، أنت بالنسبة لك أو فوضت قال تعال أمسك رح أبغى هالمبلغ، عندي 200,000 أمسك رح أعطها فلان وبيعطيك مبلغ وخذه وأودعه، بالنسبة لك تحس أنه الفلوس من يدلك أصلا، لكن أنه وثق فيك وأنه خلاك تقوم بهالمهمة يساعد بشكل كبير على رضاك واحترامك وأيضا قربك من أبوك. نفس الحكاية العاملين، يد العاملة، موظف مديرك وثق فيك وخلاك توقع أو تخلاك تقوم ببعض المهام والأعمال، في مقابل بعدها نتيجة رضاك أعطاك أهمية كبيرة، يقول لك تفويض بعض الأمور التي لا تحتاج فعليا إلى اتخاذ قرار. مو بلازم في بعض الأعمال البسيطة على حسب، ما أقدر أقول لك كلامك هذا صح ولا خطأ، باختصار على حسب نوع المهمة، لما تيجي تقول اتخاذ قرار أنا أجيب لك نائب المدير يتخذ القرار ويحق له أنه يتخذ القرار ويوقع وجميع الأشياء، مثلا المدير الجامعة كان مو موجود في سفر أو غيره فهو مفوض نائب، نائبة، نائبة يتخذ القرار ويوقع وجميع الأشياء، فيختلف من وظيفة لوظيفة، ما أقدر أقول لك، بينما لما تجيب لي موظف عادي ما في اتخاذ قرار، رأس ماله توقيع ولا ختم، بس هذا اللي يقوم فيها، فهي تختلف.
واضح؟ الأسئلة راح يجيكم في حدود الموجود عندكم، ما راح يجيكم أسئلة من برا، راح يجيكم من الكلام اللي مذكور لكم هذا، ما راح يجيب لكم شيء مختلف أو من برا. إذا عرفنا مهارة التفويض شو المقصود بها وعرفنا فوائدها، ممكن نقول لك من فوائد مهارة التفويض ألف البطء، اثنين المركزية، ثلاثة اتخاذ القرار، أربعة السرعة. أي هذا الجوانب فركزوا عليه. شروط نجاح التفويض عندنا أربعة شروط موجودة. طيب خمسة، مهارة وضع أولويات استخدام الوقت. تكلم هنا وهذا كلام منطقي، يقولك من خطأ يقدم المدير عمل بألف ريال على عمل بمليون ريال، منطقي كلامه. الأعمال المهمة المفترض أنك تقوم فيها المهمة بالنسبة للمنظمة، وش بالنسبة للمنظمة؟ مثال لو جاك عميل يعني يتعامل معك لعشر سنوات لكن مبالغه بعض الأحيان تكون قليلة، وجاك عميل ثاني قالت هذا يمسك مليون ريال بينما العميل القديم قال هذا مئة ألف. أنا بالنسبة لي وللمنظمة المهم هذا أبو مئة ألف مو أبو مليون، لما أبو مليون هذا بيجي مرة واحدة ويختفي، بينما أبو مئة ألف هذا سابقا تعاقد معي بمليون وبيتعاقد معي بعشرة مليون وغيرها من الأشياء. فعملية تحديد الأهمية تعتمد على المنظمة، هذا اللي أبغاه يتضح لكم بشكل عام. ويتم تعيين الأولويات كما يلي، صحيح، ويتم تعيين الأولويات كما يلي: يتم تسجيل كافة الأنشطة الواجب القيام بها بصرف النظر عن درجة أهميتها أو مقدار الحاجة، بمعنى يتم تعيين الأولويات وفق للأنشطة اللي هو المطالب أن الشخص يقوم فيها ويقوم بعملية درجة أهميتها بالنسبة لمنظمات الأعمال، وهي تعتمد من منظمة إلى أخرى ومن فرد إلى فرد آخر بشكل عام. إذا قلنا يتم تسجيل كافة الأنشطة الواجب القيام بها بصرف النظر عن درجة أهميتها ومقدار الوقت الذي تحتاجه. باء، ترتيب الأنشطة حسب أهميتها الحقيقية، سواء كان يعتمد السكرتير بعض الأحيان يقوم في تنظيم الأعمال فقط، وليس عملية اللي هو عملية اتخاذ القرار أو اللي هو عملية ترتيبها، تعتمد بشكل كبير. في سكرتارية تنفيذيين يقومون باتخاذ القرار وأيضا تحديد الأولويات للمديرين، في سكرتارية لا، فقط أن عملية التنظيم، أنا أتخذ القرار كمدير وهو يقوم بعملية تنظيم الأولويات وفق القرارات اللي أنا اتخذتها. شطلة رقم واحد اثنين ثلاثة، مهم عاجل غير مهم بعد شوي نتكلم عنها. جيم، ترتيب الأنشطة وفق لدرجة إلحاها، بمعنى اللي اليوم المفترض أن ينفذ أقدمه على العمل لبعد يومين أو ثلاثة، واضح؟ عمل ترتيب آخر الأنشطة وفق لإمكانية تفويضها، الأمثلة اللي قاعد أتكلم عنها أشرحها، أنا ما راح أجيبكم باختبار وأقول لك تعال أنت عندك سكرتير طام بواحد اثنين ثلاثة، أنتم مطالبين باللي هنا موجود في الشرائح، أنا ما أطالبكم بأي شيء آخر، بوضح لكم من أول شيء عشان ما يضيع وقت المحاضرة. أنا أي شيء مكتوب أنتم مطالبين فيه، أي شيء في هالمذكرة في هالشرائح مطالبين فيه، لا تسألون عن شيء أن تبدأ لكم تسألكم، تسألون عن شيء وقولوا بعدين أقر عليكم، واضح؟ عمل ترتيب النهائي للأولويات مع تحديد المدى الزمني لتنفيذ كل منها، بمعنى على حسب كل مهمة بشكل عام. طيب نموذج لإدارة الوقت، هذا سابعا من نموذج لإدارة الوقت. يقول توجد أعمال ممتعة وغير ممتعة، وأعمال مفيدة وغير مفيدة، أعمال صعبة وأخرى يقول لك سهلة، وتوجد أعمال عاجلة وعادية، وعلى أساس ذلك توجد مصفوفتان. الأولى مصفوفة الوقت، واضح، للأعمال المفيدة والممتعة كما يلي. هذه الأولى، النوع الأول يطلق عليها مصفوفة الوقت. عندنا الواحد مفيد وممتع،
بالنسبة لك هو مفيد وذا أهمية كبيرة بالنسبة لك، وأيضا أنت تحبه وفق لتخصصك، واضح؟ وفق التخصص تقدر تحل فيه وتجاوب فيه بأريحية عالية جدا، لذلك هذا عندك نوع مفيد ممتع، هذا ما عندك مشكلة فيه، مفيد بالنسبة لك وأيضا هو ممتع، فأنت راح تقوم في أسرع وقت، واضح؟ اثنين، مفيد لكن غير ممتع، ممل، أرقام كبيرة، يوجع الرأس، يسبب لك إشكاليات، يبغى له تدقيق جدا في تركيز عالي، لكن هو مفيد بالنسبة لك. إذا قمت بالمهمة هذه ساعدك أنك توصل مناصب أعلى، تتخذ قرارات أعلى أيضا للمنظمة، تحقيق أرباح أعلى إلى آخره، واضح؟ هذا الجانب الثاني، غير مفيد لكن ممتع، أنت تحبه لكن هو غير مفيد لك، فكنت تضيع وقتك تلعب بلاي ستيشن، صح ممتع أنت بالنسبة لك وضيع وقتك، لكن بالنهاية غير مفيد لك ولا تفوق ولا تقدم، نتكلم عن كطالب، واضح؟ غير مفيد وغير ممتع، هذا أصلا ما لك دخل فيه. فهذا مرتبط بالجانب اللي هو مرتبط بعملية اللي هو بالغير مفيد وغير ممتع في الجانبين كلها، واضح؟ إذا مفيد وممتع هذا مهم بالنسبة لك، مفترض أنك تقوم به وأنت تحبه، مفيد لكن أنت تكره أنك تقوم بهالعمل، غير مفيد وهذا يعتبر بالنسبة لك ممتع جدا مثل مهارة معينة، سفر إلى آخره، لكن بالنسبة لك غير مفيد، حتى لو نتكلم غير مفيد ميزانيتك راح تدين عشان تروح تستانس، راح تقوم بهالعمل تطلع الساعة والساعتين، وآخر شيء راح يترتب على الجوانب الأخرى المرتبطة، يترتب عليها إشكاليات تقابلك، واضح؟ مثل ألعاب الكمبيوتر، أو مثال عندك اختبار بعد أسبوع ولا فتحت ولا مقرر، عندك ما شاء الله عزيمة أو عرس سواء أنت أو أنتي، وبعد ما تروحين ترجعين تسبين الوقت اللي ضيعتيه، ضيعت عليك الوقت، صحيح ممتع لكن بالنسبة لك غير مفيد. طيب الخانة الأولى انطلق فورا، يعني اعمل، هذا يتكلم عن خانة رقم واحد اللي موجودة هنا. الخانة اثنين مثل المذاكرة، حدد فورا موعد البدء، مفيد لكن غير ممتع. عند الخانة ثلاثة اللعب الكمبيوتر، بالنسبة لك غير مفيد لكن ممتع. أخيرا الخانة أربعة يقع فيها أعمال غير مفيدة لك بل تكون ضارة، احذر القيام بها، واضح؟ إذا المصفوفة الثانية، إذا عرفنا المصفوفة الأولى هي مصفوفة الوقت، الثانية اللي هو إدارة الأولويات حسب الأهمية والاستعجال. عندنا رقم واحد مهم وعاجل، هذا شيء مهم وعاجل يسمى خانة الطوارئ. الطوارئ هي أعمال لازم تؤديها بنفسك، فيها ضغط عالي، يعني ما هو نستخدم مصطلحات هذا سنة، اللي هو إطفاء الحريق، لا تفويض، إطفاء الحريق استخدمنا فيه مو بهذا الجانب، يعني اللي هو الجانب اللي هو أعمال لازم تؤديها بنفسك، فيها ضغط عالي، ما يمكن تفوض أحد يقوم فيها، واضح؟ هذا المهم والعاجل، مهم لكنه غير عاجل، مفترض أنك تقوم فيه. خانة التخطيط وانعدام الأزمات، هدوء واتقان، وإذا تهاونت تنتقل الخانة الأولى، بمعنى هو مهم بالنسبة لك ولكن غير عاجل، لكن في حال أنك أجلته عن غير وقته راح ينتقل للخانة رقم واحد. عندنا الخانة ثلاثة، عاجل وغير مهم، يقولك الخانة مثل اجتماع غير ضروري أو زيارة مفاجئة أو مكالمات هاتفية، ما عليك من هالكلام، هذا ما يهديه، ما عليك من هالكلام، كلام يعني ما أنا ما أحس له سنع من أساسه، لكن للأسف إنه محطوط، لا تركزون عليه، واضح؟ الكلام اللي أنا أقوله ركزوا عليه فقط، أما الكلام الباقي ما عليك منه. طيب اللي هو اجتماع غير ضروري، اللي هو الخانة رقم ثلاثة، أنا قلت لكم الخانة رقم ثلاثة هذه عاجل وغير مهم، ركزوا على الكلام اللي أقوله، ما عليكم من الكلام المكتوب، إذا هو موجود ركزوا عليه. يقول اجتماع غير ضروري لكن مثلا مرتبط بأشخاص ممكن راح يزعلون عليك أو غير ممكن تأجله، زيارات مفاجئة، مكالمات هاتفية أحيانا طويلة، قيامك بعمل زميلك الذي غاب عن العمل،
هذه بالنسبة لك مرتبطة بجانب عاجل لكنها غير مهمة، حتى لو تركتها ما عليك مسؤولية فيها، يتحملها زميلك، أنت غير المسؤول عنها. واضح؟ الخانة الأخيرة اللي هو الجزئية المرتبطة بالغير عاجل وغير هام. قالت شخص يصير بلا هدف، مدير يتابع الحضور والانصراف، شخص يجلس على السوشيال ميديا أو غيره بالساعات، يتكلم عن بعض الأشخاص مثل يفتح له صحيفة أو شيء قاعد يقرأ أشياء ما له دخل فيها هو أصلا نهائيا ولا ترتبط فيه، لكن يضيع وقته في شيء تافه. عند الله هذه قراءة الوفيات هذه مو عندنا في السعودية يمكن. واضح اللي هو إدارة الأولويات عندنا مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، عاجل وغير مهم، وغير عاجل وغير مهم. شوفوا باختصار ما في اختبار يخلو منها الأسئلة سواء مفيد وغير مفيد، مهم ومفيد أو مهم وعاجل. طيب نصائح سريعة في استغلال الوقت، رتب نفسك وكل شيء حولك، مكتبك، سريرك إلى آخره، هذه كلها كلام عام ما يهمنا. استمتع بالعمل اللي تقوم به، تضيع وقتك، كن متفائل، انصت، هذا كل شيء راجع لكم، تبغون تستفيدون من تستفيدون. نفس الحكاية مقترح أخير لتوزيع وقتك، هذا أيضا تستفيدوا منه أنتم، ما لي دعوة فيه. السؤال يجيك تقع مثلا طارئ، مثلا سؤال مثلا نتكلم عن طارئ اللي هو خلينا نتكلم عن هذا مثلا نتكلم عن خلينا نتكلم أعطيك مثال عشان يتضح لكم شو المقصود. مثلا يقول لك الجزئية الخاصة باجتماع غير مهم بالنسبة لك يقع تحت خانة واحد ألف مهم وعاجل، اثنين مهم وغير عاجل، ثلاثة عاجل وغير مهم، أربعة غير عاجل وغير مهم. أو مثلا شيء طارئ، حالة طارئة تقع تحت خيار ألف مهم وعاجل، باء مهم وغير عاجل، جيم عاجل وغير مهم. تمام هالطريقة واضح. هذا بشكل عام. اليوم تقريبا أنهينا الفصل الأول المرتبط بإدارة الوقت بشقين، عندنا محاضرة أولى ومحاضرة ثانية. الأسبوع القادم إن شاء الله نتطرق لمحاضرة موضوع جديد بإذن الله تعالى. شفتوا جوانب في هذه موجودة، الأشياء اللي أقولها ومكتوب عندكم هنا اللي قلته ومكتوب عندكم أنتم مطالبين فيه. قلت لكم الأمثلة، الكلام اللي زي كذا قبل شوي اللي يتكلم عن ما أدري، هذا اللي يتكلم عن يقول لك ضحية خداع إلى آخر من الأشياء هذه نعرفهم منها. واضح؟ اللي يتكلم عن بعدها يتكلم عن رتب نفسك وكل شيء حولك، مكتبك، سيارة، هذا شيء خاص فيكم. اذهب إلى كرافك مبكنة خاص فيكم، الصفحة هذه خاصة فيكم، كلها خاصة فيك، ما راح أسألك عنها نهائيا. وهذه المصفوفات تعتبر من المصفوفات المهمة، هذه الجزئيات مهمة أيضا. السجل اليومي، وش المقصود بالسجل اليومي للوقت؟ ممكن يعطيك وش المقصود فيه، من يعطيك خيارات، يقول كلام وبعد يخير لك خيارات. سجل تحليل، عندنا أنواع، سجل اليومي للوقت اثنين، سجل تحليل الوقت ثلاثة، سجلات الوقت الخاصة، مهارة التفويض وش المقصود فيها وفوائدها، شروطها، مهارة وضع أولويات لاستخدام الوقت، هذه مهمة. نموذج لإدارة الوقت اللي هو مفيد، ممتع، غير ممتع، هالجانب. هذا بس. لا اليوم أبغى، في أحد عنده استفسارات اليوم؟ خليني أعرف إن الموضوع شوي فيه جانب المهم وغير المهم والعاجل وغير عاجل، فخليت لكم عشان أبغى زبن. أنت أول مرة تحضر معنا، نتكلمنا عن طريقة الأسئلة والكويز، نعطيكم في طريقة الأسئلة، وراح أعطيكم مستقبلا تكليف راح يوضح لكم شلون طريقة أسئلة مباشرة غير مباشرة إلى آخره. أيوة صحيح يا المالكي، فيها في أسئلة، أنا أبغى أنا أخصص الوقت خاص فيكم إني أبغى أطرح أسئلة. إذا ما عندكم أسئلة أنا أخصص بعضهم الوقت المحاضرة مثلاً، نقول لكم حطوا فيها أسئلة.
المحاضرة الجاية بحط لكم فيها كويز. مفهوم التفويض تكلمنا عنه، المقصود به انك تعطي صلاحيات معينة لشخص، ممكن يتخذ قرار، ممكن يوقع، ممكن يحل محلك، واضح؟ ممكن يقوم بمهام مرتبطة فيك بشكل عام. فارتباطه مثلا قال لك مثلا انا عندي مسؤولية، مثال تجي مثلا عملية المقاضي، انا اتقبل البيت مثلا، اتقبل البيت بدل ما اصير اتقضى يجي وقت انشغلت عندي سفر غيره، اجي اخذ الفلوس واقول زوجتي تفضلي هذا 3000 ريال هذا مقابل البيت، ومن خلاله هي تقوم بعمليه بمهمتي الخاصه فيني. حدوده يختلف. انا لما اقول لك نائب الوزير او ولي العهد اللي هو نائب للملك، لما اقول لك موظف عادي في دار عادية تحت موظف أو موظفين، يعني مش يفوض عليه، ما عنده شغل ولا مشغل، واضح؟ فهو يعتمد بشكل كبير، واضح؟ أنا أعطيكم مثال على البيت، ولا أجي الحين على المستوى الآن، لا 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 عادي ترى تكرار السؤال ما عندي مشكلة، أنا لما أشرح لك ترى جاي أنا شغلتي هنا أوضح لك، مو بشغلتي إني تسأليني سؤال أقول لك ماني مجاوب أو أقول ليش أزعل، لا بالعكس ترى أنا أستمتع. لكن بعض الأحيان أنا كلامي أنفعل شوي، أنفعل بطريقة الشرح وليس أنفعل على الطالب أو الطالبة، واضح؟ فعادي بالعكس أنا ما خصصت هالوقت إلا سؤالكم، وأنا ما وضعت هنا إلا أجيب على أسئلتكم. فإذا كان بالنسبة لك التفويض غير واضح علميني عشان أشرح، لأنه مهم وله ارتباط. بالنسبة اللي خلص طريق مين كان في انكم تغادرون؟ انا قاعد انزل تفويض لأي شخص من قبل المدير ام ان بركب على عاتق المدير؟ اي اللي هو المفترض ان المهام هذه فوضتها لشخص المفترض هو اللي يتحملها، انا فوض اختار الشخص. طبعا نظاميا ما يحق لك انك تروح، مثال ما يجي مدير الجامعه يغادر ثم يجي يروح يفوض لعميد مثلا التعليم عن بعد لعميد كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه، ما يحق لك نظام انك تفوض هالشخص، مفترض انك تفوض النائب لك وفق النظام الموجود، واضح؟ الأشياء السرية وغيرها تعتمد في بعض المنظمات، لا ما يحق لي يفتحها لشخص شخص بعينه باسمه، غير هالشخص ما يفتح هالظرف أو هالمغلف أو غيره من الأشياء. لكن إذا كان ما نص على اسم معين حق لي أن أفوض جميع الجوانب. لكن بقول لكم مثال، في بعض الأعمال المفترض أنك تقوم فيها ما يحق لك تفوض، في نظام الدولة مثلا الجوانب المرتبطة بأحكام قضائية بجانب مرتبط بك، في بعض المهمات المفترض مثلا عملية القيام ببعض الأعمال، ما يعني أغلب اللي عندنا الأعمال الموجودة بقولها لكم تخافون، يعني فين الشغل؟ يعني اشياء قوية، يعني ما اتوقع انكم لازم حضور الشخص نفسه، احكام يعني لا قدر الله قصاص او نهب او سرق او غيره من الاشياء، ما يصلح ان الشخص يفوض احد غيره انه يحضر او يقوم به الى اخر من الاشياء. اي نعم، احكام قصاص او غيره من الاشياء. خلينا نروح الأشياء الثانية، بعض الأعمال اللي تقوم بها لازم حضورك أنت شخصيا، ما يصلح تفوض شخص آخر. البنوك بعض الأحيان بعض الأموال أو الودائع لما تسحب مبلغ كبير، مثلا أنت رأس مالك 100 مليون تيجي تسحب لي 50 مليون، لازم الشخص بنفسه، حتى بعض الأحيان يرسلوك موظف لك أنت شخصيا، يروح يتأكدون أن حتى لو فوضت، حتى لو هو موقع، لو مختم، لو مبصم، لازم يروحون للشخص آخر، واضح؟ اتضح الشيء الموضوع ولا ما اتضح؟
شكل اللي سألت ما اختلف. أنا مثلا فوضت شخص، أنا فوضت شخص، أنا فوضت شخص مثلا يوقع مكاني، هو صحيح وقع لكن أنا المسؤول في حال مسؤولية خطأ أو غير، أنا المسؤول، ليش أفوض شخص غير مؤهل؟ فقط. إذن العمل مطلوب أن يقوم فيه لكن المسؤولية تقع علي أنا. إيه ممكن بيع بيت مثلا إذا كان معك وكالة شرعية منصوص عليه، سواء كانت وكالة عامة أو وكالة ببيع، ببيع مثلا تعطيه وكالة أن يقوم بعملية استلام المبلغ، ببيع المبلغ، ببيع البيت واستلام المبلغ وتسليمه للبنك، تصدر الوكالة إذا ما عندك مشكلة. معلش انقلبنا شوي جانب شوي قانوني كنا نتمحكم، لكن هذا او كتابة عدل، لكن هذه اشياء مهمة انكم اذا فهمتوها مستقبل في اعمالكم والاشياء اللي تقومون فيها يتضح لكم وش المقصود فيها، لانه مهم صدق التفويض حتى في الاختبار وهالجوانب. في اسئلة ثانية؟ اذا نراكم على خير باذن الله الاسبوع القادم. هل يمكن أن يقرأ ممكن يقرأ حرج، لكن على حسب، على حسب، لكن هو بهذه النقطة الأساسية بشكل عام. الله يوفقكم ويسر أمركم ونشوفكم على خير، شكرا لحضوركم وآسف على الإطالة، لكن لفقط عملية التوضيح. صحيح النظامات الحكومية فيها تفويض، فيها جانب تفويضي كامل، لابد الواحد يفهم حتى المستقبل، حتى الأعمال اللي تقوم فيها، حتى أنت إذا فوضت في التوقيع أو غير مستقبلا اللي مرتبط فيها. وياكم يا رب. إذا نراكم على خير بإذن الله تعالى، نشوفكم الأسبوع القادم، أشكر لكم حضوركم وآسف جدا على الإطالة لكن لعملية التوضيح لكم. الله يحفظكم ويرعاكم. بالنسبة للمذكر هذه كاملة اللي هو الشرائح كاملة تلقونها موجودة في نظام تدارس في المنتدى تحت المنهج المعتمد، تلقون أنا منزل لكم وجاهز. الله يعافيكم وياكم. الله يعافيكم. Thank you.